يلا. هم مستعبدين الناس في قطاع غزه اها زي ما عملوا بغزه مشان يصير فوضى تمام، ويهيئوا للانقسام. الاستيراد والتصدير يتم مع اسرائيل، في اي باب تدخل هذه؟ بباب المحرمات ام باب الحلال؟ بث سمومك الاعلام واسمعوا هالخرافيه، عواجيز السلطه القدام وقصتنا هالحجيه. اقول لك اثناء الحرب كان في اتصالات اوف، بس مش سياسيه. أيوة. حول الحرب. شو يعني حول الحرب؟ شو يعني حول الحرب؟ منسقة في يعني. فاجأها هذا الكلام ومصدومة يا عيني. لا 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 يا عزام، هيك بتصدم الولية؟ احكي أبو نداء، أنا دركني وقت الهوى رغم أنه استغربت آخر شيء. أنا مش استغربت، بس يعني عكس اللي كان ينحكى من طرفهم، إحنا ما بستغربش. شو يعني حول الحرب؟ قال يعني حبت تستدرك وتبين بالوضع العادي، حتى لو كذب المعلم بتطلع كذباته عادي، لا بتستغرب ولا تتعجب، أصل الكذب بعرفه شهادي، هذا الإعلام اللي في بلدي هو شر البلية. بكفي تكذبي يا ولية. قولي. الحكومة تحمل حركة حماس المسؤولية عن استمرار الانقسام والمعاناة لأبناء شعبنا. يا سلام على في القطاع. انجزي عشان الوقت، وقت الحلقة. وما واجهت هذه الحكومة؟ يعني حتى فيدو ديدو تنهد وما صدق وقتاش تخلص. هذا سؤالك ولا مجلد ولا لزوم الشغل ندلس؟ خلي سؤالك بالمعقول علشان الحلقة مطول، بدكم أعلمكم الأصول والفنون الإعلامية؟ يدبري حالك يا ولية. قولي. أن يجتمع مثلا عدد محدود من الكتلة، وكما قيل في إحصائيات المؤخرة أنهم لا يدخل إلا 19% فقط من أعضاء المجلس التشريعي الفلسطيني، يعني فئة أقل من القليل، يعني غير مستعدين، غير مقررة. أنت ضيفة ولا مذيعة؟ تعطي سؤال بتعطي جواب، خلص مصدق أنت ضليعة في السياسة وفي الأحزاب، واقتراحية فظيعة، بلل الضيوف وسكر الباب، واطلعي وحدك طول الساعة وبرمي حتى الصبحية. راضي هيك يا ولية؟ ماذا، ما المطلوب منها أن تفعله أمام هذا الواقع؟ أنا بحكي لك، شو رأيك نأخذ هالصفقة بيننا وهالشرط نضيفه؟ خلي سؤالك نص دقيقة والضيف يحكي على كيفه. بستناك الحلقة الجاي، جايب بزر وكاسة شاي، ححسب لك والكل معاي، بلكي بتروق شوية. وحكم ضميرك يا ولية. شكرا، اعتقد انه الصورة وضحت. لا شكر على واجب ولو.